الطبخ هو حب مسبق يعني مش حال هذه وانا كيعجبني الطبخ داكشي علاش كان الكونسيبت ديال تريسيكل الفود ديالي هو الفود ماكله التسميه ديال الشطيره هي جات من الرسوم اللي كنا كنتفرجوا فيهم شحال هادي اللي كنا ديما كنشوفوا في الرسوم المتحركه ديك الشطيره اللي كانت شهاوها دونك بغيت ندير واحد وكنا كنتمنوا اننا نذوقوا من ديك الشطيره داكشي علاش بغيت نحقق هذا الحلم والناس كاملين يذوقوا من ديك الشطيره اللي كانت الحلم ديالهم في الطفوله دونك الدومين ديالي فجيت هنا لاكادير قلبت على خدمه دفعت لي سي في قلبت على ستاج دونك الدومين ديالي هنا قليل في اكادير داكشي علاش قررت انني ما نستسلمش يعني وندير شي حاجه ديالي سي ميو ان سورتو ان الزوج ديالي شجعني ودخل لي فكره المقاوله في راسي انني ندير شي حاجه ديالي وهذا الشيء من هنا بدات الانطلاقه دونك البرنامج اليومي كان فيق بكري بيان سور كنوجد هذا الشيء كامل في الدار يعني هذا الشيء بحال تقول صايب ماكله ديال الدار وكان بدا العمل ديالي مورا العصر ان شاء الله ولكن قريب ان شاء الله ما كراش نبدا العمل ديالي من نهار كامل حتى شحال من واحد كيبغي تكون هذه هي الوجبه الغداء ديالو ماشي غير وجبه عشاء فقط دونك المكونات يعني دونك سبيسياليتي ديال هاد التريسيكل هي كريسبي فرايد تشيكن اللي هو الدجاج المقرمش كنقدمو بتوابل خاصه بيا مصايباهم على يدي زائد الفريت اللي حتى هي بتوابل خاصين ديال الفريت اللي مصايباهم حتى هما على يدي كنرافقهم يا اما بساندويتش ولا بواحد لاصالاد زائد العواصر وبزاف ديال الحوايج اخرين دونك انا فاش خديت الدبلوم ديالي قلبت وقدر نقول لك دخلت في شي ديبرسيون ديال واحد التفكير كبير بزاف ولكن الحمد لله لقيت الزوج ديالي اللي كان ديما كيخرجني من ديك الدوامه ديال الافكار الخايبه كان كيشجعني وكيقول لي راه ماشي ضروري تخدمي في داكشي اللي قريتي فيه يكفي انك قريتي استفدتي تعلمتي يعني ماشي ضروري نخدمه في داكشي اللي قرينا فيه العلم ما كيتسالاش ما عندوش نهايه وكل ما قريتي كل ما مزيان وانا حدات هادشي راه انت كتخدم وانت كتقرا عمر القرايه ما كتسالي دونك ديروا شي حاجه ديالكم ديروا مهنه اي حاجه مهم تلهوا فيها الوقت وما تبقاوش جالسين وتفكروا دوك الافكار الخايبه اللي كتخليكم ديما نيجاتيف في حياتكم الرسالة ديالي للشباب هو أن ما تيأسوش إلا ما لقيتوش خدمة راه ماشي هي النهاية ديال العالم راه ماشي صافي دونك فكروا انكم ديروا شي حاجه ديالكم راه ما كايناش شي حاجه مستحيله في هذه الحياه الا درتوا شي حاجه في راسكم وخدمتوا عليها راه انا متاكده غادي توصلوا ليها ديروا شي حاجه الا ما كانش عندكم حيدوا الاعذار حيدوا الاعذار حيتاش الا بقينا كنفكروا في الاعذار ما غادي نديروا حتى شي حاجه الا ما عندكش راس المال كبير ماشي ضروري يكون عندك شي راس المال كبير الا بغيتي دير شي حاجه ولا كان عندك شي حلم كبير دير شي حاجه صغيره اللي من خلاله غادي تكبر هذاك الشيء وان شاء الله غادي دير توصل داك الحلم الكبير ديالك ديروا شي حاجه ديالكم سورتو ان الملك نصره الله شجع على هذه المقاولات الصغرى هذا الشيء بحد ذاته يخليكم ويخليني انني نزعم ندخل هذا المجال